السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض موقع متخصص في تحليل الإنارة بشكل عملي. ممكن إن أنا أحصل على بلجن، البلجن ده بسطبه بيظهر معايا في الريفيت وفي السكتش أب، وإن شاء الله قريب في الراينو، بس يعني لسه ما نزلش بس هيدعمه قريب. طيب خلينا ندخل على الموقع وأقول له إن أنا عايز أعمل نيو ديزاين، لإما أعمل إمبورت فايل أو كانفاس هتجيلي لوحة فاضية، او ان انا هشتغل على موديل موجود جاهز. فانا هقول له دلوقتي ابدأ لي ملف فاضي. طيب هبدأ ان انا ارسم شيب اللي هو البوليجون بتاعي اهو، مثلا دي حدود الغرفة، وممكن تدخل ملف اوتوكاد او ملف ريفيت وتشتغل منه. بالشكل دوت ده البوليجون بتاعي، وده الجريد لو انت عايز تضيف جريد، ممكن سمارت سيرفيس، ممكن تعمل انت ترسم انت البوليجون زي ما انت عايز. خلينا نرسمه اهوت، اقول له اد واقول له درو بوليجون. ممكن تبدا بقى ترسم من الحدود اللي هنا، او ممكن نعمل سيلكت على الشكل نفسه ونقول له اتعامل مع الشكل دوت، وتقدر تحدد مساحة الاريا والمعلومات الخاصة بيه زي ما انت عايز. طيب دلوقتي بقى انا هقول له ان انا عايز اضيف لايت، فبيقول لي اعمل كرييت ملف الاي اي اس اللي هو خاص بانتشار الانارة وقوتها، والفاميلي لو انت عايز تعمل فاميلي ممكن تقول له جديد او تضيف حاجة موجودة قبل كده مثلا اهو، وتقول له كرييت. وهنبدأ بقى نحط الانارة في الشكل بتاعنا اهو بالشكل دوت. حسب بقى التوزيع اللي انت عايز تعمله. وبعد كده اكتيفيتي هقول له ان انا عايز جريد، فبيقول لي انت عايز النورمال ولا امرجنسي، اقول له نورمال ستارت. هو دلوقتي بيعمل لها كالكوليشن. فهيعمل لك بالشكل دوت، اختار بقى الشكل، هيبدأ يظهر لك الحدود بتاعت الإنارة بتاعتك واللوكسز، فتبدأ انت تتحكم فيها بالشكل دوت. وهنا بقى بيقول لك ممكن تشوفها في الموديل بالشكل ده، ممكن تشوف ريبورت تقرير بالاناليسيس بتاعت اللايتنج، ممكن تعملها داونلود ريبورت داتا اهوت، ممكن تعمل كومنت او ممكن تعمل ديليت الاكتيفيتي. ده مجرد مثال سريع، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه نبدا ندخل فيه تفاصيل ونقدر نحمل موديل ونشتغل عليه.